معاملة الطالبة مع معلمها، حدود معاملة الطالبة مع معلمها ما كان بين المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم ونساء أمته التي يسألنه ويخاطبنه ويتكلمن معه ويستفسرنه ويستفيدن منه ويحضرن دروسه ومجلسه وخطبته من وراء الرجال. فهذه الحدود التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وكان عليها من بعد الخلفاء الراشدون، لا يجوز أن تكشف شيء من محاسنها، لا ولا يجوز أن تختلي به. لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن ولو كانت مريم بنت عمران، كذلك لا تذكر له شيئا من أسرارها إلا ما تعلق بإرشادها في واجب من الواجبات الشرعية أو تخليصها من شيء من السوء أو الشر الذي وقعت فيه فقط. وعليها أن تتقي الله في خطابها وفي كلامها وأسلوب تعاملها كذلك كما هو واجب المعلم، فهو رجل أجنبي ليس بمحرم من المحارم، فما يجب ستره على الأجنبي يستر كذلك، ولكن للمعلم مكانة وقيمة وقدر، فهو من جهة الروح وأب من يعتبر محل الأب، محل الأب من حيث النصح، من حيث التقويم، من حيث الاستشارة في الأمور المهمة والضرورية، لا من حيث ظهور المحاسن ولا من حيث الخلوة، فليس بمحرم في هذه، ولكن أبوته المعنوية الروحية فيما يترتب عليه الفائدة العلمية والفائدة السلوكية. فكما يحب لبنته أن تكون على مستوى رفيع في فهمها وفي سلوكها، يحب لكل طالبة من الطلاب التي يدرسهن كذلك.